بسم الله ما شاء الله، رياض وهو صغير بالظبط. والله يا عمي انا بفرح قوي لما حد بيقول لي كده. مش بيقولوا برضو اللي خلف ما ماتش؟ ربنا يخليه ويبارك لنا فيه ويوصل فيه اللي انقطع بموت ابوه. امين يا رب. وحضرتك صحتك عامله ايه؟ نحمد الله على كل شيء يا ابني. والله يا احمد كان دايما بيجيب في سيره حضرتك ويقول الاستاذ يوسف ده استاذنا ومثلنا العالي. ده حتى كان شايل هم حضرتك بعد موت الله يرحمه رياض، وكان بيقول انا خايف على صحه الاستاذ يوسف من الزعل. الحمد لله على كل حال، الحياه ما بتوقفش لفقدان عزيز مهما كان. الحياه لازم تمشي ودي اراده ربنا. احمد بعتبره زي ولادي بالظبط، ربنا يخليه ويبارك فيه. ده شرف كبير ليا يا استاذ يوسف. هو زي ما دمك ده يا عمي. سلم عليكي، نفسها تجيلك بس انت عارفه حكايه صعبه. انا عارفه يا عمي، بس هي والله ما قصرتش، دايما بتطمن عليا وبتسال عليا في التليفون. ست كلها ذوق ورق، ربنا يخليها لك يا رب. ده من اصلك يا نبيله. ربنا يخليك يا عمي. وسلوى اخبارها ايه؟ سلم عليكي، اعملي حسابك لما تشد حيلك شويه تجيبي الولاد وتيجوا عندنا تقعدوا كام يوم في البيت عشان نفرح بيكم. يا خبر ابيض، انا والجيش بتاعي ده كله وكام يوم يا عمي؟ لا ده احنا نعمل لكم رستان في البيت كده. هيبقى احلى مرستان اللي يعملوه ولاد ابني. ايوه بس يوم واحد معلش، لكن كام يوم دي صعبه شويه. الله، انا مش من حقي اشبع بولاد رياض. ازاي بقى؟ ده حضرتك ليك الحق كله. ده انت الكل في الكل يا عمي. ده حضرتك الخير والبركه قمار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا يا ماما، اتفضلي. لا مؤاخذه، ما كنتش عارفه ان عندكم ضيوف. هو الاستاذ يوسف برضه ضيف؟ هات يا اختي ابن ابني، هات اخش بيه جوه عشان اشبع منه قبل ما انزل اروح شغلي. حاضر يا ماما، دقيقتين بس، اصل عمي كان جاي مخصوص عشان يشوفه. الكلمه هنا كلمتي انا، فاهمه ولا مش فاهمه؟ معلش يا نبيله، اديها يا بنت الولد عشان تسكت. عموما انا كنت ماشي. لا ازاي بقى، هو احنا لحقنا نقعد مع حضرتك؟ معلش انا اصلي عندي الحصه الاخرانيه لازم احضرها، وكمان المدام مستنياني عشان نروح سوا. هات يا اختي الواد، هاتي عندي شغل بالالافات، والشغل عندي ما بيمشيش الا اذا كنت انا موجوده. حاضر يا ماما. طب يا نبيله، الحمد لله على سلامتك يا بنتي، وما تنسيش اللي اتفقنا عليه. من عيني يا عمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام، مع السلامه. ابي خلينا نشوفك، انت ووالدتك يا نبيله. ان شاء الله يا عمي. اتفاق ايه بقى ان شاء الله اللي كنت اتفقتوا عليه؟ ابدا يا ماما، ده عمي كان قال لي اني اخد الولاد يعني واروح ازورهم. ولاد ابني ما يروحوش عند وليه زي دي. عايزه تروحي تبقى تروحي بطولك يا حبيبتي. صباح الخير يا دادي. صباح النور على البنور. صباح الخير يا ماما. صباح الخير. اكيد ريحان رنتك امبارح وما خلتكيش تنامي. ابدا، نوم العوافي، نامت نوم ما شاء الله اللي ما صحيت ولا مره. معقوله تبقى نامت في حضن ستها وتعيط؟ لا طبعا. خد يا فاطمه، خد البيت كملي لي اكلها عشان اغير هدومي عشان انزل. يلا. حاضر، من عيني. روحي تف. يلا حبيبي، يلا يا حبيبي. اديني رياض اخده معايا وانا بغير هدومي. خد يا ماما، ده هيجنن عليك. بسم الله، بسم الله بحرصك. امال البيت الثانيه فين؟ بس ماما راحت لاحمد اخويا تشوفه، خدتها معاها. نعم، يعني ايه الكلام ده؟ خير يا ماما، في ايه؟ ايه اللي خير في ايه؟ انت بتستهبلي يا بنت ولا ايه؟ خير يا ست سرايا، ايه اللي حصل فيه؟ ايه؟ انا ولاد ابني ما يتربوش في بيت غير بيتهم، مفهوم ولا لا؟ وحد جاب سيره التربيه دلوقتي؟ مين بس اللي قال انهم هيتربوا في بيت غير بيتهم لا سمح الله؟ ما النهارده خدوا البيت دي، بكره ياخدوا البيت الثانيه، بعد كده ياخدوا رياض، بعدين تحلبها بقى تشتغل. شبطوا في امي، بكره لا ما قدرتش اشيلهم واجيبهم ماجي، اصل كانوا نايمين، وتبتدي بقى ايه؟ تحببوهم فيكم وتكرموهم فيا، ده مش هيحصل.
لا ده بعدك بقى يا بنت رمزية. يلا يا حبيبي ما حدش يقدر ياخدكم من حضن ستكم ابدا. معلش حقك عليا انا، اعذريها قلبها مكوي على ضناء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قوم خد الدفاتر دي ووضب حساباتك جوه في المكتب. حاضر يا ست الكل. تأمريني بحاجه تانيه؟ لا شكرا. السلام عليكم. انت ايه اللي جابك؟ مش خايف لا رجالتي يقطعوك ويرموك للكلاب السعرانه تاكلك؟ على ايه ده كله؟ هو خير ان تعمل شر ان تلقى؟ هو اللي زيك يجي من وراه خير؟ وانا كنت عملت لك ايه يعني؟ هو انا جاي استجدى منك ولا استجدى منك؟ ده انت لو عايزه حاجه انا اديكي. اطلع بره بدل ما اخلي امي تلاقي اله الا الله تتفرج عليك. امي تلاقي اله الا الله مش هتتفرج عليا انا، هيتفرجوا عليك انت والمستخبي يبان وفضحتك تبقى بجلاجل. انت عاوز ايه علي هنداوي؟ ايوه كده حلو، تكلميني كويس اكلمك كويس. ما تخلص، انت لسه هتقعد وتحط لي رجل على رجل. اولا انا جاي اقدم التعازي في نجلكم الكريم. وهو ده اللي جابك؟ ما هو لو كان موجود ما كنتش عتبت ناحيه المعرض، كان زمانه قطعك بالحته. ولما كان يقدر يقطعني ما جاش وراني المرجاله ليه بعد ما بيعتك املاكك؟ اخرس ده قطع لسانك، ابن سيد الرجاله كان ممكن يفعصك زي الصرصار تحت جزمته. بس انا ما قلتلوش وساختك اللي انت عملتها فيا، كان زمانك مع الاموات. كويس ان هو سبق وراح مع الاموات. اطلع يا واطي من هنا، اطلع بره، اطلع بره انا اصفي لك دمك يا حيوان يا واطي يا خسيس. يلا يا حرامي يا نصاب. اطلع بره. ايدك امسكوه الكلب ده، اوعى قعدت بناحيه المعرض. اكسروا رجله لو جه تاني. اوعى عمل لك له. ايه يا سرايا؟ ايه؟ خايفة للمستخبي يبان ويعرفوا ان انا كنت جوزك وانك انت كتبتلي املاكك عشان افضل معاكي وانا رفضتك؟ كذاب كذاب المبرر الحرام النصاب ده المبرر. بره ايه ربنا ينتقم منه، ده كلب ولا يسوى. ما تعمليش في روحك كده. كتير انت حبيبي كده، سبتني سبت امك هنت عليك يا روحي، سبتني كلاب السكاكين هشوا فيا هنت عليك يا رياض. خدي معاكي بقى ده، ما تسيبيه مرتاح في نومته. انت بتقليه ليه؟ ده ربنا موجود واسمه الحافظ، وربنا هيحفظك من ولاد الحرام ويبعدهم عنك. بس بس يا نور عيني، بس صلي على النبي كده في قلبك واهدي. عليه الصلاة والسلام. أنا مش عارفة إيه اللي جري لي ده، الخبطات ورا بعضها ورا بعضها لما ظهرت قطم يا فاطمة، مش عارفة حظي ماله. ماله حظك؟ الله، إحنا برضو لازم نحمد ربنا، ربنا مرزقك وساترك ومديلك عيال يتهادوا للملوك. صلاة النبي الله أكبر. وإن كان بقى على سرياد الله يرحمه. اتخطف يا فاطمة، رياض اتخطف، ما لقيتش اشبع بيه. ده عمره، وبعدين ربنا ما حرمكيش منه خالص، ده مديكي تلات عيال ذكرى عشان تحس ان هو موجود. اما اللي ما يتسمى ده اللي اسمه هنداوي، الحمد لله انك انت خلصت منه. اه يعني دلوقتي لو كان هو بقى ركب دماغه ومرضيش يطلقك، كنت انت ساعتها بقى هتعملي ايه؟ مش نحمد ربنا ونرضى بنصيبنا؟ الحمد لله. قوليلي، هي لسه رمزية عند بنتها نبيلة جوه؟ لا دي بقالها كام يوم ما بتجيش. احسن. يوهو ليه؟ طيب مش دي ام برضو؟ وانا قلت انها مش ام، بس بعيدة عننا ولا حبة حبة ياخدوا عليها العيال وما قدروش يستغنوا عنها. خلاص هي مشيت لحبة حبة ولد يولو. طب ونبيلة مالها؟ ما بتاخدش العيال وتروح عند امها؟ لما بتيجي رايحه لامها بتسيب البنات وبتاخد رياض على دراعها، وهي يا دوبك ساعه زمن اللي بتقعدها، ويمكن كمان ما بتكملهاش. ربنا يستر. الله مالك بس؟ انت بتدوري على حاجه تشيلي همها؟ انا خايفه قوي يا فاطمه. خايفه من ايه؟ لو نبيله خدت العيال وراحت اتجوزت
هتبقى العيال مش شحطاطة بيني وبينها، وساعتها هتبقى قطمة وسط على حق. ادخل. مساء الخير يا ست الحبايب. اهلا يا حسام. يا حبيبتي سلامتك يا ماما. مالك؟ مالي من ايه يا اختي؟ ما انا زي الفل اهو. اصل انا شايفه حضرتك وانت جايه كان شكلك تعبان شويه. اها، ولما لقيتيني تعبانه ما جيتيش تسنديني ليه؟ والله يا ماما كنت بنايم رياض عشان كان بيرضع، ولما رجعت لك لقيتك دخلتي فرضوه صحيت وكانت بتعيط، نايمتها وجيت لك على طول. وبعدين ده انت زي الفل النهارده يا امي، تعب ايه وبتاع ايه، ده انت اجمل من كل يوم. وانت يا اخويا توك ما افتكرت ان ليك ام ولا كاني موجوده في الدنيا، حتى لو امه الفطار ما بتجيش تفطرها معانا. معلش يا ست الحبايب، مش انت برضه هتفرحي لما اجيب تقدير كويس السنه دي؟ اما اشوف ايدي على كتفك. لكن ايه اللي لم الشمع عن مغربي بقى ان شاء الله. انا كنت جاي اسال على حضرتك وانا داخله كان حسام في الصاله. دي حتى نبيله هي اللي قالت لي انك انت تعبانه، انا ما كنتش اعرف. انت بتعرف حاجه ولا حاسس بالدنيا؟ ليه بس كده يا امي؟ عموما انا اول ما اخلص امتحاناتي هكون تحت امر، اي حاجه هتعوزيها انا هعملها لك. انا بعص حاجه من حد؟ انا طول عمري سداده بره وجوه، يعني ست وراجل، مش انت اللي هتعدل المايله يا اخويا. خلاص يا امي، حقك عليا، انا غلطان، عن اذنك. الف سلام عليك يا ماما، مش عايزاني اعمل لك حاجه؟ لا يا اختي، روحي لعيالك بالسلامه والقلب دعيلك. تصبحي على خير. تصبحي على خير يا ديتا. وانت من اهله يا دناي، ربنا معاكي. ما تتشدديش قوي كده. الله، حاجي على ابنك اللي فاضي. مش كده يعني، منين انت خايفه ان نبيله تسيبك؟ ومنين بقى بتبكتيها كل ما تيجي تتكلم معاكي بالشكل ده؟ سيسي امورك شويه، مش كده؟ ما تفضهمش من حواليكي. يا ست سرية اهدي، زمانها جاية، ده المغرب مدانا بقالها ربع ساعة، يعني ما تأخرتش. تعرفي تنعطيني بسكتك انت؟ يعني ايه، هستنى لما الفجر يدن؟ زمانها قاعدة ترغي هي والسنكوحة بتاعته وجايبين في سيرتي. وهاتك يا شكاوي ما هتصدق، عاملين حبايب كده، ما هو دايما الحما مكروهة. أمال ايه، وزمانهم بيشيلوا في العيال ويحطوا فيهم لما قطعوا خبرهم. اه يا ناري، امسكها ازاي؟ احكمها ازاي بس عشان تبطل تروح وتيجي؟ انت عاوزه تعملي ايه؟ انت عاوزه تحبسيها في قفص ولا تخبيها؟ حرام عليكي، دي شابه برضو عاوزه تروح وتيجي، ما تضيقيش عليها علشان ما تهجش منك. اهو دايما بقى ارمله الابن تبقى الام عاوزه تربطها ربط. علشان كده في الصعيد لما الواحده جوزها بيموت اخو جوزها بيتجوزها. حتى لو كان بيتجوز وعنده عيال، علشان كده النار بتولع عند اهل الجوز. خير؟ في ايه؟ لا، مالك سرحتي كده مرة واحدة؟ ست سراي، ست سراي، في ايه؟ تاهت ولقيتها. الا هي ايه؟ حسام لازم يتجوز نبيلة. ايه؟ بتقولي ايه؟ حسام لازم يتجوز نبيلة. ايه ده؟ يا مصبطيش، دي الست نبيلة أكبر من الأستاذ حسام بسنين. ما يجراش حاجة، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اتجوز ستنا خديجة وهي أكبر منه بسنين. أيوة، بس ده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إحنا إيش جابنا ليه؟ ده الناس هتاكل وشنا. والناس تفيدني بإيه؟ لما أولاد ابني يشحططوا بيني وبين أمهم وجوز أمهم، ساعتها الناس هتفيدني؟ لا يا حبيبتي، اللي ياكل وشنا يدفعوا بالسم الهاري. يقطعني، يا ريت كان لساني اتقطع ساعة ما قلت الكلمة دي على لساني. يا دي النايبة يا ربي، ده كنايبة لما تلوشك. هو أنا لما لم ولاد ابني في حضني كده تبقى نايبة؟ ساعتها نبيلة يبقى لها راجل يحكمها ويشكمها، لا تقدر تروح شمال ولا تقدر تروح يمين.
طب وهو ماله؟ هو ذنبه ايه يعني ياخد واحدة اول بخته متجوزة قبل كده وعندها عيال وسنها اكبر منه؟ صحيح الست نبيلة يعني ست هادية وتتهادى للملوك، لكن برضه كل فولة وليها كيال. وسي حسام متعلم عالمة فرنجي ودنيا ودين، هيوافق ازاي بس؟ يعني ايه تعلمة فرنجي؟ هيكبر عليا هقول له كلمة هيقول لي لا؟ ده انا كنت اكسر مناخيره، انا محدش يتحداني ابدا في اي حاجة صمم عليها في دماغي. ويبقى يوريني بقى هيعترض ازاي. امسكي يا بنتي، انا خايف يكون اتعود على صوتي وانا بغني ما يعرفش ينام بعد كده. ربنا يخليك لينا يا عمي، ما احرمناش من صوتك ابدا. الحمد لله على السلامة، ما لسه بدري. مساء الخير يا ماما. مساء النور يا روح ماما. ايه يا اختي خدتك القعدة، ما قدرتيش تقومي بدري شوية تيجي؟ الست المحترمة تقعد في بيتها، بالذات اللي ما تكونش وراها شغلة ولا مشغلة وعندها أولاد تربيهم. تقعد في بيتها مش تقعد تتنطط من بيت لبيت. أنا بتنطط من بيت لبيت؟ ده أنا ما شفتش الشارع من ساعة ما ولدت رياض. لا يا سرية، عشان ربنا يلطف في بيتي. ايه يا اخويا، انت كمان جاي تبكتني ولا تبكتني؟ انا اعرف ربنا اكتر منك، مش انت اللي هتعرفني الصح من الغلط، ولا انت خلاص بقيت المحامي بتاعها؟ صباح الخير يا بنتي وربنا يتولاكي، وانتي ربنا يهديكي. يا سلام، يهديني ليه؟ مجنونه ماشيه شعر منكوش؟ ربنا يهديك انت يا حنين. اما انت خش بقى شقتك والصباح رباح يا بنت رمزيه.